13 هذا من اجمل الارقام في حياته طبعا. خلي شويه عرض على الرقم طبعا. او نقول غرفه 13 شقه 13 شقه 13 شقه 13 في الاقسام الداخليه. زين والله مناسب توفي. لا شلون هذا عشت بعمري شقه 13 بيت الثاني ويمكن بيت الاول. شقه 13 طبعا انا من سكنه بغداد. شقه 13 موجوده بقسم 7 بمحافظه بغداد. اصدقائي من الاقسام الداخليه على طول كنت اباتيهم طبعا. هم تحياتي لمدينه الشرقاط الحبيبه. هم من الشرقاط ومن الحويجه بس يعني عشت عمري وياهم. بداياتي الشعريه كانت بشقه 13. يقولون صادق طلال طلع من هاي الشقه. لا لحد الان وانا احكيها انا طلعت من شقه 13 بالله العظيم. يعني كنت من اجي يسوون امسيه على شرفي. انا بالشقه وكل الناس اللي حولي يعني كانوا يسمونه صادق الشرقاطي لان 24 ساعه ويا الشرقاط. يابا 24 ساعه صلاح الدين ما عبرها. جابك عليهم احبهم. يعني شلون صارت العلاقه بنفس القسم بنفس؟ لا هم بغير قسم بس سبحان الله ما اعرف شلون صارت القلوب سواجي. اول يوم التقيت بهم بتنا سوا بالشقه. بقينا للساعه بالسبعة الصبح قاعدين. هذا بيت اول يوم بتنا بيه للسبعة الصبح قاعدين. اسماءهم هم طبعا هوايه. تحياتي عبد الله الجبوري حبيبي من الشرقاط وعمر عبد الجادر عمر الجادر احنا نسميه وانس وحسام وحسن الشرقاط ايضا. طبعا قبل فتره صار موقف انه تعرف تخرجنا احنا احمد وهسه حاليا طبعا انا احد الشرقاطيين. البارحه زرت الامين. اي احد الشرقاطيين. تحياتنا للشرقاط واهل الشرقاط. والله يعني اكثر من اخواني يعني قليل اذا اقول. قبل فتره تعرف تخرجنا دخلت للشقه بقوا 9 لقيتهم يتعاركون. شكوا الموضوع انه احنا صرنا 5 حويجه و4 شرقاط. الشقه بعد ما نسميها شرقاط نسميها حويجه. شقه الحويجه. فدخلت انا قالوا صرنا تعادلنا اجى صادق الشرقاط. اي محسوب على الشرقاط. تحياتي. دعموك يعني بموضوع الشعر الاستماع التشجيع معنويات اصحاب فضل علي والله يشهد الله. يعني انا قلت لك انا اجي كل يوم اجي بي ابات يسوون امسيه بالليل على شرف مجيئي ونقعد الليل كله. طبعا اكو شعراء من جامعتنا ايضا يدعونهم. حلو. واكو شعراء بالقسم ايضا. طبعا تحياتنا لكل المحافظات يعني اكو من الاماره من الديوانيه. لكن هي هاي اللي بيها ذكريات من المرحله الاولى. طبعا قبل احكي لك تقريبا 5 سنوات ما حد يعرفك كان بس على مستوى بس هم يعرفون. يعني اجى اقرا اجى صادق تعال اقرانا. ها طبعا شنو هم يعني بغض النظر عن الطائفيه. طبعا. يعني انا اجى اقعد يقول لي اقرا لي مال امام العباس اقرا لي مال امام علي هيك يعني. الله. الله. يخبلون هاي الحياه يعني من ضمن مرحله من مراحل صادق طلال الجامعيه. يعني خدمتك علميا وخدمتك انسانيا واجتماعيا تلخصنا اياها بابيات من الشعر. يعني هي المشكله اللي طغى علي على كتاباتي انا حبيت بالجامعه فطغت علي يعني هذا الموضوع. اي ولذلك بس ان شاء الله قريبا اكو مشروع قصيده للشرقاط. اها اي والله لان كلش يعني تخيل من تخرجنا تاذينا حيل والله انا البارحه قلت لك كنت بزياره احد الشرقاطيين هنا باربيل هو نازح باربيل اسمهم شرقاطيين شرقاطيين ماكو يعني تحياتنا لصلاح الدين طبعا بس هي بعد الشرقاط ماشيه بعض المفردات. هسه انت ليش قضبته؟ خله يروح هو قال لك هيك. مره عبد الله من الشاقه فضوجه واحد من القاعدين قال له والله اللي رد عليك ردت الهندر. هذا طبعا هذا الهندر قطع هيك حديد يشغلون بها المحرك. اذا ما تسحبها من يشتغل المحرك ترجع عليك لو قوي. تفلش ايدك لو تفلش وجهك يعني هيك قويه. هو شو يقول له؟ يقول له والله اللي رد عليك. لا قلت له عم انت مبدع. يلا تحياتنا الشقة رقم 13 ولكل اصدقائك وزملائك قسم 7 بالذات. شقة 7 يلا تحياتنا لهم.